ثالثا في التبليغ والدعوة، أن تقوم الأمة بدورها الذي تخلت عنه طويلا في مواجهة العقائد الباطلة وتبليغ دعوة الإسلام بصورة مقنعة واضحة بلا مواربة أو مداهنة لكل إنسان على وجه الأرض، سواء كان من أهل الكتاب يهودا ونصارى أو كان بوذيا أو هندوسيا أو ملحدا. مسؤولية الدعوة تقع على عاتق كل مسلم في حدود معرفته وعلى قدر إمكانياته التي يجب عليه أن ينميها دوما، وهو مسؤول عن تبليغ الدعوة لكل من يلقى أو يعامل أو يعايش من غير المسلمين، سواء سافر وعاش في ديارهم أو جاءوا إلى ديار المسلمين للسياحة أو العمل. العناية القصوى بترجمة وسائل الدعوة من مقالات وكتب وغيرها من المواد الإعلامية بكل اللغات الحية، وتأهيل المحررين والمترجمين لذلك، والإنفاق على إعداد هذه المواد ونشرها وتوزيعها كمطبوعات أو تسجيلات أو على الإنترنت. الدعوة والعمل بالوسائل السلمية لأن تكون كل النظم والقوانين السائدة في سائر بلاد المسلمين مستمدة من الشريعة الإسلامية وإلغاء كل ما يخالفها. السعي لأن تكون الولاية العامة بمستوياتها المختلفة في كل أقطار الإسلام عن طريق الانتخابات الحرة بين المرشحين. العون والمشورة لولاة أمور المسلمين وطاعتهم في غير معصية وتأييدهم إن سعوا إلى نصر الإسلام وإقامة شريعته ووحدة أمته وعزتها، ونصحهم بالحكمة والموعظة الحسنة إن تهاونوا في ذلك. النأي عن كل صور الرياء للحكام وذوي المال والنفوذ، والإعراض عن مجالس ومؤسسات ومهرجانات النفاق التي يترعرع في ظلها الظلم والفساد. التمسك بحرية التعبير بكل صوره للأفراد والجماعات، والعمل على تنقية القوانين مما يقيد الحريات ويمتهن الكرامات، وأن تحترم الإرادة الحرة للأمة فيكون الأمر شورى في حدود الشرع. التضافر بشتى السبل القانونية والإعلامية على تحرير العلماء والمفكرين والدعاة والمتدينين وذويهم مما يقاسونه في كثير من البلدان من سجن بلا محاكمة واضطهاد وتعذيب وامتهان.